مبدئيا وقبل اي حاجه انا بعتذر على الفيديو اللي انا عملته، حسيت ان انا سخفته وحسيت ان انا زودته ودخلت فعلا في اللي ماليش فيه، فقررت ان انا اعمل فيديو غير مدرج. هتقولي ايه ده انت فاضل الدرجه دي، كل شويه تطلع تعمل فيديو، كل شويه تصور وتعمل فيديو. بص انا قلت لك قبل كده انا مدرب شغال يومين في الاسبوع، فطبيعي ان انا قاعد فاضي اغلب الايام الباقيه. بس بصراحه القصه بتاعت حفيظ الدراجي وعصام الشوالي وتدخل طارق دياب بعد الكلام اللي كان بيتقال على حفيظ الدراجي مع منتخب تونس، في حاجه مستفزه بالنسبه لي في القصه دي، لان بصراحه شفت ان في رباطيه اتعملت على حفيظ الدراجي، مع احترامي للاخوه التوانسه ومع احترامي لكل الناس، بس بصراحه الواحد لازم يقول رايه. في رباطيه بتتعمل في بي ان سبورت، بي ان سبورت زيها زي اي شركه، زيها زي اي مكان في شغل، في موظفين كارفين على بعض وفي موظفين مخنوقين من بعض. القصه بتاعه حفيظ الدراجي مباراه تونس وسوريا بتعدي جدا، ده طبيعي لما المنتخب التونسي يكون مقدم مباراه سيئه، معلق المباراه طبيعي ان هو يتكلم ويطلع يوصف المباراه ويتكلم على منتخب تونس ان هو كان تعيس. لا، انك تقعد بقى تمسك القصه وتقعد تتكلم عليها، حافظ الدراجي بيكره تونس، نطالب ان حافظ الدراجي ما يعلقش ماتشات تونس تاني، نطالب ان الدراجي كذا 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 كذا، كل ده بيتسكت وكل ده بيعدي. اللي ما بيعديش بقى انك تسال واحد شغال مع حافظ الدراجي زي عصام الشوالي تقول له حافظ الدراجي بيكره تونس ولا لا، الشوالي يقول لك الله اعلم ما في النفوس. يعني طبيعي انك تحافظ على الود بينك وبين زميلك وتقول اكيد لا، الناس فهمت غلط، الناس فهمت حفيظ غلط، انت بقى طلعت تقول لا. اللي بيحصل ان انا الله اعلم، الله اعلم فيما في النوايا وفيما في صدر حفيظ الدراجي من الاخوه التوانسه. ما ينفعش انك تقول كده. فطبيعي بعد حفيظ الدراجي يسكت ويعلق ماتش مصر وتونس، والراجل انا كمشجع مصري كنت شايف ان هو واخد جنب المنتخب التونسي، كان بيتمنى ان منتخب تونس تكسب، والراجل لما المنتخب التونسي كسب اعطى له الشوت اوت واعطى له حقه. بعد ما الماتش خلص ما شفتش انا اي تعليقات ايجابيه على حفيظ الدراجي من الاخوه التوانسه، الناس بس بتتكلم في الحاجات السلبيه. طب يا جماعه نعدي الماتش ده، الماتش بتاع الجزائر وتونس، انا راجل جزائري فرحان ان منتخب بلدي كسب، طبيعي ان انا مش هحط لك صوره اقول لك يا المنتخب التونسي كان لازم يكسب، طبيعي ان انا هنزل صوره وعلى رد فعل جزائري مره مهمه، وكانت الصوره الصراحه عجيبه يعني لذيذه وعجبتني جدا بصراحه. فانت كطارق دياب تسيب كل ده وتسيب اللي ذبحه لسانك ويخش تقول لك شكرا على احترامك لزملائك. طب وانت احترمت زملائه؟ يعني انتوا احترمتوه اساسا كزميل ليكم ودفعتوا عنه بغيبته، ولا انتوا بتطلبوا منه ان هو يحترمكم بس؟ ما فيش وقت حاجات برضو محتاج ان انت تقعد تفكر فيها. الناس اللي بتقعد طالبك ان انت تكون مثالي، اتعاملوا معايا بمثاليه عشان اكون مثالي زيكم. الناس عاملتني باحترام، لما حسيت ان انا غلطت حذفت الفيديو. انتوا عملتوا حفيظ دراجي باحترام علشان خاطر حفيظ دراجي يعملكم باحترام؟ وجهات نظر. لما تعاملوا الناس بطريقه كويسه انتظروا من الناس ان هي ترد عليكم بخير من الطريقه اللي انتوا عملتوها بيها، انما لما تعاملوا الناس بطريقه سيئه انتظروا من الناس الأسوأ، لان هي دي طبيعه البشر. وطبيعه البشر برضو بتقول لك ان ما لا يشكر الناس بيواجه مشاكل كتير، بصراحه انا نسيت يعني ما لا يشكر الناس. بس لو انت فاكر فكرني في الكومنتات معلش. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب، لو لسه فاكر الموضوع بتاع الفيديو القديم فخلي قلبك كبير شويه ونحاول ننسى شويه، نحاول ننسى. انا مش باجي على حد عشان خاطر اصالح حد، وجهه نظر في كل اللي حصل، وجهه نظر انا مش وجهة